بسم الله بنات، اليوم عرفنا موضوع المهمة الثانية، الموفي ميكينج. أول شيء راح نحددوا الليدر والمخرج، ثاني شيء نحددوا الفكرة، ثالث شيء طريقة عرض الفكرة، وأخيرا نكتبوا السيناريو. أوكي؟ تمام. بسم الله. بسم الله. ليدر. طيب. طيب انا شايفه ان المفروض الليدر يكون انتي، سنس عندك خبره شويه في الانتاج، وفي نفس الوقت انا حاسه ان المفروض القائد هو يكون هو برضو دايركتور. بالظبط، يتحكم في العمل اكتر. تمام. مستعد لسوسن؟ حاسه عندك القدره انك تكوني ليدر؟ انتي حاسه عندك القدره؟ انا في العموم عندي القدره اني اكون ليدر. تريد تفوز بالمهمه هذه؟ اوكي انا موافق. موافقين على كلامي؟ موافقين. نعطينا وقت للفكره، مش على طول. يعني اليوم انا بقى اقعد مخمخ، اقعد افكر في الفكره وكل حاجه، بعدين احنا اليوم لو طلعنا بفكره مبدعه بكره الشغل ما في مشكله. بس دقيقه كملت؟ ما كمل. طيب كمل. انا قدرت اكمل. خلاص. طيب اللي اريد اقوله عطوا الفكره وقتها. انا ما قلت لكم اعطونا الليل بكره، اعطونا الليل بس. طيب أوكي. حلو ممكن. نطلع بالفكره، ممكن نعمل ميتنج بعد ساعتين ثلاثه لو تحبون، ما عندي مانع نقعد بعدين كل واحد يطلع له افكار، بعدين تعملوا تصويت والليله نطلع بفكره ما عليه. طيب نديم، الحب هذا الحب انا اخترت هذا الموضوع لانه لاحظت، اكيد الكل لاحظ بعد موجه المسلسلات التركيه لاخر ثلاث مسلسلات اللي عملت ضجه كثير كبيره في العالم العربي. فانا قعدت افكر، طيب هو ما في شيء، ما هو يعني المسلسل ما هو هادف، هو فقط بيحكي عن الرومانسيه، وطبعا في سموم بداخل هذا المسلسل. فنحن ليش ما نبين الحب، معاني الحب، بس بطريقه انه كويسه اسلاميه، بمعالجه اسلاميه، معالجه اسلاميه. ان احنا اتفقنا على الرساله، ماشي، هنقول التوبه مثلا وتفر، يعني الرساله نقعد نفكر في الفكره اللي توصل الرساله. الفكره بتاعتي ان انا ممكن ان انا اعمل المراحل لنمو الانسان مع زي الالم، ان اجيب الالم وهو بيرسم، الم الرصاص بيرسم، بيعمل حاجات عظيمه، بيرسم مبنى كبير، بيرسم برج، بيرسم يعني حاجه عظيمه، وهو بيتبري مع الموسيقى التصويريه، بيتبري فبيقطع منه، واخد بالك؟ ممكن تحطه صدق واحد بيمر بظروف صعبه، بيصحح الاخطاء، بيمسح، واخد بالك؟ في الاخر بتطلع كلمة لقد تم صنعك من أجل هدف عظيم. كلياتهم مواضيع كتير محمسين، بيهموا الشباب العربي، بيبقى مثل ما قلنا طريقة المعالجة. أنا حاجة في الصحافة، حاجة تعلمتها وهي برضو ليها ريد الإعلام، تعلمنا إن هو في حاجتين قبل ما تعملي أي موضوع، أي حاجة تفكري قد إيه الحاجة دي مهمة للمجتمع، وقد إيه سهولة الحاجة دي إن أنت تطبقيها. فأنت بتحاولي تنقي موضوع مهم جدا للمجتمع ومش صعب إنك تعمليه. فده الحاجه اللي احنا يعني عايزين من المواضيع دي، ان احنا نحاول نعرف ايه اكتر حاجه مهمه، وايه اكتر حاجه احنا ممكن نعمل منها رساله مفيده، وفي نفس الوقت مش هتكون حاجه. طب شوفوا شو هنقول نعملها، ونعمل تشيك على الاشياء اللي ممكن نعملها، والاشياء اللي تو بي ديسمست اللي نشيلها. طب نحصل بقى على الخيرات، بسطوها وخلوها سهله غير مكلفه، ونستغل الموارد اللي حوالينا. هذا اللي اتعلمناه من الكورس ابو ساعتين كاملين، فحاولوا تاخذوا وقتكم في الفكره قدر الامكان. فالحين انا من ناحيتي ما حطول اكثر من كذا، كفايه. اوكي. انا عندي تقريبا فكرتين. الفكره الاولى اللي هي التخصصات، انه واحد مثلا اتخصص تخصص ولين ما شيب وعجز، في الاخير اكتشف انه هو لا ما يصلح هنا، يصلح في مجال ثاني. طبعا ما اعرف كيف اصيغها، بس انه هذا الكونسيبت. يعني ايش نسميها نقول مثلا؟ تخصصات، انا بسميها تخصصات. عندنا اثنين بيرشحوا نفس القائد، معناته برضه فوتنج. في احد ثالث بيرشح نفسه قائد؟ سبعة اصوات حق احمد سامي، وصوت واحد حق خالد النهدي. بعد اسمك كل الاربعة الافكار اللي احنا بندورها. طب قول لي الاربع افكار بس. عندك نصيب، تدخين، مصعد، تخصصات. انا بس شايف حاجه برضو، ان لازم تكون، لازم نصوت على قصص في ناحيه اعلى نصيب. طب يا جماعه، ايه يا جماعه موجود؟ ما هو القصه يا جماعه، انا شايف احنا في زي ما خالد بيقول محتاجين للرساله او للفكره دي قصه. انا حابه نطبق اغنيه فري، ما بعرف حابه تعطي طريقه عرض فكره الحجاب اللي هي مكتوبه. اغنيه فري تتطبق كاي، ما لهاش فيديو كليب،
فانت بتعملها بتفكر what goes in, into your mind while you sit there looking at me. They think that I'm oppressed, but yeah. فكرة احنا كنا بنتكلم عن المرأة المسلمة هي الخوف, بس احنا قلنا زي ما كنا بنقول مش عايزين ان احنا نعمل حاجة اللي هو تطلع اتحجبي الحجاب عشان ما تبقاش مفروض, لكن من خلال الإطارة ما كنا بنتكلم عن المرأة المسلمة ان احنا عايزين تطلعي منظر ان احنا لأ مش يعني انا ما بكتب في اللي هو تحليل الإعلام بيكتب عن المرأة المسلمة في اكتر مثلا 10 ستيريوتايبس دايما بيطلع ان انت مثلا اوبرست ان انت مثلا ما بتتعلميش كده. ممكن ناخد اللي هي المنطلقات دي وتنقيهم ويبان ان احنا مش كده بالظبط زي الاغنيه اللي هي انا نظره الغرب يعني مش على الحجاب. انا ما بطلب من حدا يتحجب بس بنفس الوقت بطلب من الناس يحترموني. فاغنيتي فري رائعه يعني انه اوكي اي هاف ماي ديجنيتي ذس از ماي برايد. طب اوكي حبيبي لا تغضب لا تغضب بسيطه. في يوم واحد اضمن التصوير يخلص لانها ما محتاجه خروج برا, ما محتاجه اي مكان تروح مشاوير عليها ولا شيء. هي في مكان معين عائله او اصدقاء فيها يجيهم يعني قصتها جدا بسيطه ما فيها كلام كثير وتوصل للهدف. لا تطلب مبتكره حلو كثير بس راس السمكه تحطون عليها تصور كيف ممكن تتصور كيف الفكره تبعتها ممكن يكون كلام ثاني. طب انا هسألك سؤال ببساطه واقع هسألك سؤال احنا توصل ممكن تتصور حبيبي توصل من راس فكرة راس السمكة نفسها ولا ندور على فكرة جديدة توصل نفس الرسالة؟ نفس الرسالة حاجتين نفس الرسالة فكرة راس السمكة نفسها اللي بتتقطع لا مش نفسها نفسها صعب تتصور نوصل الرسالة نفس الرسالة زي ما هي رسالة جميلة بس راس السمكة دي مش طبعا يعني رسالة لكن مش نفس المشي رسالة عرض المشي رسالة عرض المشي انا قلت لك لما صرنا نشوف حاجة لازم تعملها مش عارفين يعملوها ليه حاجة بتشوف حياتنا يومين ممكن يبقى في طب دي بتعمل كده ليه يا ماما؟ والله يا اوكي هي على دين ابائنا يعني بمعنى اصح فاهم؟ انت ممكن انت عايز تقول ان هنجيب كذا مشهد بيوري الناس دي بتعمل الحكايه دي لاسباب هم ما يعرفوها يعني بيعملها كده بالعاده. نحاولوا على قد ما نقدروا اللامباشره اللامباشره والرمزيه يعني هدول النقطتين اللي فعلا راح يخلوا الفيديو تكون حاجه جديده وابداعيه اللامباشره والرمزيه. طيب نظره الغرب للمسلمين يوميات المسلم في اوروبا بمعنى يعني يفضل انه تكون حادثه عرفتي ببين حادثه يعني شيء ويكون في انه مثلا صارت شيء شغله ف طيب انه وقع الاتهام دغري على المسلم. حاجه بس عايزه اقولها ان من لو خدنا الموقف ده هو من منطلقين يا اما من منطلق مفهوم زي ما قلنا الصبح يا اما مفهوم غلط وبنصححه لا هو مش ارهابي لا هو مش كذا لا هي مش يا اما من منطلق احنا بنعمل اويرنس للدايلوج والتعايش وكده هو دول انت فاهم بالظبط. انا فضل التعايش ما بدنا دايما انه احنا نبرر احنا لا احنا كويسين احنا مالنا هيك انتوا تنظروا لنا نظره سيئه لا انه بدنا احنا واثقين من حالنا وانه احنا الاقوياء مش هنن واحنا نبادر. طيب عارفين كامبين اللي دي حلوه قوي الفكره دي كنت بتقولي عليها كانت ايه كانت فوتو اعلان كان واحد كان في الباص في لندن قاعد واحد بقى دقنه كده يعني بالظبط الصوره التقليديه ايه هو المسلم اللي خاف منه وفوقيه بالظبط كده بوكس I miss my daughter وبعدين واحد تاني وحشاني بنتي واحد تاني قاعد لابس بدله جنبه قصاده بالظبط كده وفوقيه برده وحشاني بنتي عدة صور بالظبط كده واحده منقبه ماشيه في السوق يا ترى خد ضرب كام كده ف نفس الفكره يعني. بس طبعا عايزين نوع من التحليل. طيب بنات فكره شاب قصتها شاب متطوع يخدم الناس يعني القصه ما فيها ان دائما الشخص في حياته تصوير تصوره في حياه خارج البيت مبتسم. وصلنا لثلاث طرحات بتاعت التجديد لا تغضب التدخين خلاص احنا هنفرق هنصوت عليهم كلهم نشوف اكتر واحده تاخد تصوير يعني نكتب واحده 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 بس خلاص كل واحد يكتب واحده لا تغضب ثلاث اصوات التدخين لوميني ولا ايه؟ راس السمكة اللي هي بتتكلم عن التجديد ثلاث أصوات ثلاث أصوات فاضل صوت اسم تعتقد يكون إيه؟ ما أعتقد الصوت ده هو إيه؟ ايش حجاب أنا من وجهة نظري إنه الآن ما شاء الله نسبة المحجبات عالية جدا
نوعا ما صعب اني انا اطلع البنات الشباب العربي والاسلامي اقول لهم يا بنات تحجبوا، لانه ثلاث ارباعهم في الزمن الحالي نحمد الله انهم محجبين. بس المشكله اللي انا ابغى اعالجها في الحجاب في هذا الزمان انه الحجاب ضيق، الحجاب شفاف، الحجاب مرقع. يعني انا بصراحه اقول لك مثلا عندي في جامعتي اللي هي في الجامع اللي هي الستيكرز كتيره حجابك كذا كل دول، في انا اعرف ناس كتير جدا بيتضايقوا جدا من يعني لازم تتعامل بطريقه كتير حساسه عليك عشان ما تتقلبش، لان هو انت عم يعني اللي بتلبس ملصق حتتضايق حتنفر من القصه، اللي بتبين دنيا يمكن عندها اعتبارات هي شايفه انه معلش انا احسن من غيري، فانت عم بتنفري هالشريحه. انا فيها اساسا الحجاب. لا يعني انا مش يعني لا انه انت غلط و لا بتوجهي الرساله بس بطريقه غير مباشره بطريقه كثير تكون حنونه لانك عم تتوجهي لبنت. الفكره عاده الكليشيه اللي دائما بيقولوها انه المراه كاللؤلؤه انه اذا صونيه بس ما هي لانها كليشيه انه نرجع يعني مين ما رحتي عند بنت بدك تقنعيها بالحجاب فبتقولي لها اللي عنده شغله انه بده يخبيها وهالقصص، بس نعمل لها ستوري بورد قصه انه يبين انه عن جد الشغله الغاليه ما بنعرضها للناس. انه كلنا واضح انه او المره دلوقتي يتمنى انه هو يكون التجميل بس هو طبعا رايي الجماعه لو الراي المشهور جواب نهائي الجماعه ان احنا عكس ما كنتوا تتمنوا هتشتغلوا بنفس الروح ولا الروح هتتغير؟ والله لو التخيل اشتغل عليها بدمي لو التجهيز اشتغل عليها بدمك؟ نعم لو انت كنت بتحفز الناس كلها لا 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 اهم شيء اتفقنا ابغى اشتغل طيب روحي ودمي بعد الروح والله عايز اشتغل معاك انا عايز الروح دي والحماسه دي مهما كانت النتيجه تمام خلاص يا عم لا تغلط تمشي ازاي خلاص وبعد كده نوزع المتعه بناء على القصه تمام موافقين على الكلام ده كله موافقين. مين يا جماعه يرشح نفسه او مخرج للمهمه دي هي فكره مين لسه الفكره ما جت فكره كانت فكره خالد النهدي في حد يرشح نفسه خالد مين هيرشح نفسه اخراج ماشي مين هيرشح نفسه لا مين يرشح نفسه الاول سامي يرشح نفسه خراب حد يحب يرشح حد سامي برضه سامي خالد او في سامي ايه سامي طيب سامي انا شايف ان سامي كان عنده خبره انه اشتغل فتره مساعد اخراج بعد اذنك رمزي شايف سامي اشتغل فتره مساعد اخراج اشتغل فتره في العمل الفني يعني فان شاء الله احنا المهمه دي هتبقى على عاتقك يا فاحنا عايزين اول روز ماشي احنا عايزينك اولا تبقى رايق الحاجه الثانيه تطمن كلنا نبقى وراك انا فكرتي كانت ايه ننقي كل الحاجات اللي احنا شايفين المفروض تكون في المرأة المسلمة انها تكون طموحة انها تكون متعلمة متدينة كل الحاجات الكويسة انها بتشتغل انها ام وفي كل حاجة في البيت بنظهر هي واحدة قاعدة في بيتها طبعا مش محجبة قاعدة مثلا بتذاكر مع اولادها بتطلع مثلا بتعمل على الكمبيوتر بتكتب بتعمل ايميلات كل حاجات كويسة كلها حاجات تحسي ما شاء الله واحدة بتعمل حاجات كويسة وفي الاخر انها بتطلع البيت تلبس الحجاب بس في هيك شيء في عندي فكره طب مش العكس ليه مش العكس بدل ما احنا نقول الحاجات الكويسه اللي في المراه المسلمه اللي ما ناخدش كل الحاجات اللي هم شايفينها وحشه يعني بطريقه مش يعني طبعا احنا كل بنتكلم عليه اللي هي بقى رساله حاجه كبيره ليه ما نعملهاش بطريقه العكس اللي هي طريقه مش تريقه بس اللي هي نمسك كل الحاجات اللي مثلا الغرب شايفها في المراه المسلمه انها بقى لابسه اسود من فوق لتحت وكده وبعدين ما اعرفش نفليب سام هاو الصوره او نعمل بقى زي ما تحكي على الرجل الاوروبي كيف الشرق كيف بينظر المرأة المسلمة بحجبة
ميزر لانه هي كئيبه مش لازم حزينه بالضبط. يعني طلع واحده اغنيتي فري ما كل حاجه. ايوه اغنيتي فري اغنيتي فري هي بتحكي كل اللي عم نحكيه نحن بالضبط. يعني بالضبط نطلع واحده فيها كل الحاجات فيها يعني اللي هم بدل فيها كل الحاجات الكويسه نطلع فيها كل الحاجات الوحشه.